أهلا بكم في درس جديد من تطوير وتصميم موقع ويب تفاعل. نكمل معكم العمل على بناء الموقع الخاص بنا، فبعد أن أتممنا في الدرس السابق القيام بتصميم صفحة المنبر، وذلك من خلال جلب هذه الداتا التي قمت بإضافتها عن طريق صفحة الجوين، وقمنا بتخزينها في الداتابيز، وذلك بالذهاب إلى phpMyAdmin، وقمنا بالاستعلام عن الجدول الذي قمنا ببنائه بهذا الشكل، وقمنا باستخدام هذه البنية. أما بالنسبة للداتا المخزنة فيها فنراها بهذا الشكل. وقمنا هنا بإدخال first name last name الإيميل بالإضافة لهذه الصورة التي قمنا بتخزينها بشكل مباشر في هذه database. وعندما نقوم بالاستدعاء هنا في صفحة المنبر نقوم بذكر هذه database والتواصل معها، ومن ثم نقوم بالسير على هذه العينة وهذه الأسطر ونقوم بجلب هذه البيانات، ومن ثم نقوم بذكر هذه التفاصيل استدعاء هذه اليونتس من أجل القيام بالتعبير عن هذه العينة. ما أود القيام به في هذا الدرس هو العمل على جعل موقع الويب الخاص بنا ديناميكية فيعمل مثلا على الديسكتوب بالإضافة إلى عمله على الجوالات. فمثلا نستطيع القيام بالذهاب إلى الإنسبكت، وهنا على سبيل المثال إذا قمنا بتغيير البرسبكتيف والمنظور مثلا كان هنا بالنسبة للديسكتوب، وإذا قمنا بالضغط هنا فيصبح بنظر الجوال مثلا جالاكسي S5. فنرى هنا كيف أنه أصبح الويب ليس مثاليا تماما، وهناك معلومات لا تظهر لديه. لذلك علينا هنا القيام ببعض التصليحات وذلك لتحسين هذا المظهر. لهذا السبب يتم تطوير مواقع الويب وذلك باستخدام فريمورك. أما نحن في هذه الدورة فقمنا ببنائه وذلك بطريقة مجردة، والغاية هنا هي تعليمية. فتستطيعون دوما تطبيق هذه الخطوات كما هي في الفريمورك، مثلا من التواصل مع الداتابيز وغيرها من هذه المعلومات، مثلا استخدام CSS وهذه التفاصيل مثلا من استدعاءات للتاج. ولكن دعونا نقوم هنا بعض التصليحات وذلك لجعل المظهر الخاص بهذا الموقع أكثر جاذبية مما هو عليه الآن. الخطوة الأولى نقوم بالذهاب مثلا إلى هذا البار، نقول Inspect فنراه بهذا الشكل مثلا يبدأ هنا تمام، وهو بصيغة فليكس كما نراه الآن. فإذا قمنا بتحديد هذه العينة بهذا الشكل ونستطيع هنا القيام بالتصحيح وذلك مثلا بجعله Wrap، فأصبح الآن بالإمكان القيام برؤية جميع هذه العينات. وإذا قمنا بالذهاب إلى Desktop Vision فنراها تعمل، وهنا نراها تعمل. إذن هذه الخطوة الأولى، نقوم بنسخ هذه وإضافتها إلى UI، فنقوم بالذهاب إلى CSS ونقوم بإضافة هذه هنا. هذه الخطوة الأولى، نقوم بالتحديث وأيضا نقوم مثلا بتنظيف الكاش بالضغط على Ctrl Shift R، نراها بهذا الشكل تعمل دون أي أخطاء. الخطوة التالية نقوم بنفس المهمة هنا، فنقوم بالذهاب مثلا إلى هذا الديب، أيضا هو بصيغة فليكس، فنقوم بجعله مثلا راب مثلا، هذا المظهر أفضل مما كان عليه. فنقوم بالذهاب إلى ديف هيدر هنا ونقوم بإضافة هذه تمام بهذا الشكل. الآن مثلا بالنسبة لهذه العينات وهذه الكلمات فيجب علينا القيام بجعل هذه الصور مرئية بالنسبة لي. مثلا سوف نقوم بالذهاب إليها، وهنا إذا قمنا بالاستعلام ففعليا الأخطاء تنجم وذلك بوضع قيم ثابتة والتي هي بيكسل. لذلك إذا أردت القيام بتطوير موقع ويب بشكل يدوي وأردت القيام بجعله ديناميكيا يعمل على الديسكتوب وأيضا يعمل على الجوالات، فهنا سوف أقوم باستخدام نسبة مئوية. فمثلا دعوني أقول هنا 30%، وهنا أيضا إذا قلنا 30% في هذا الشكل قمنا برفعها. وإذا قمنا بالذهاب إلى هذه الصورة هنا وقمنا أيضا بالتعديل على هذه المكونات ونقوم بجعل هذه مثلا 30%، أو نقوم بتكبيرها وذلك حسب الحاجة. فإذا قمنا بجعلها بهذا الشكل تبدو بمظهر أجمل تمام. وإذا قمنا بالعودة نراها بهذا الشكل. إذا في كل الحالتين أصبحت مرئية ويمكن التعامل معها. دعوني أقوم بهذه الإضافات وذلك في CSS. فأقوم بالذهاب إلى الإيميج باندل هنا، دعوني أقوم بجعل هذه 100%، وبالنسبة إلى هذه أيضا مثلا 30%، وهذه أيضا 30%. لنقوم بالتحديث نراها تعمل دون أي أخطاء. وإذا قمنا بالتعديل نراها بهذا الشكل. جيد جدا، بقي لدينا أعتقد القيام بتصحيح هذه الإيميلات.
وأيضا أعتقد أنه من الأفضل القيام بجعل هنا أقل من عدد 4 في السطر الواحد. لذلك سوف أقوم بالذهاب إلى الكولكشن رو، وهنا في هذه الفليكس الخطوة الأولى سوف أقوم بجعلها راء. أنا أقوم بنسخ هذه التفاصيل، ربما موجودة في الممبر، أتأكد هي موجودة هنا، ونقوم بإضافة هذه الراء. الخطوة الثانية أنا أقوم هنا في هذه البندر، أستطيع القيام بالتعديل على الويد في هذا الشكل، وأصبح الآن بالإمكان رؤية الإيميل ورؤية الاسم بالإضافة إلى الصورة، وأصبح المظهر لا بأس به. وإذا قمنا مثلا بالذهاب إلى الصفحة الأساسية أصبحت بهذا الشكل، أيضا مقبولة وجيدة. إذا هنا سوف أقوم بتعديل على الويب وذلك في البندل وجعلها 44%. هنا سوف أقوم بجعلها 44. الآن إذا قمنا بالتحديث مثلا بهذا الشكل وقمنا بجلب هذه الداتا، وإذا قمنا بالاستعلام عن هذا المكان نراها بهذا الشكل، جيد جدا. بالإضافة لهذه العمليات أيضا لا بأس بها، وأستطيع القيام بالكتابة والإضافة، وهنا أيضا في الأباوت لا بأس بها وتعمل دون أي مشاكل. إذا بهذه الطريقة أستطيع القيام بجعل موقع الويب الخاص بي ديناميكية متفاعلية ويعمل بشكل ملائم ومناسب، وذلك إما على الحاسب اللابتوب وأيضا على الجوال موبايل فون. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، تعرفنا فيه وتعلمنا كيفية القيام بالعمل على الفون ريسبكتيف، وقمنا بجعل موقع الويب الخاص بي ديناميكية يتفاعل ويتكيف مع مختلف الأجهزة، وذلك من خلال عرض هذه المعلومات بالشكل الملائم والمناسب. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.